أجواء استقبال شهر رمضان في كربلاء تختلف باختلاف المدينة وما تضمه من عتبات دينية، إلى جانب اقتران استقبال هذا الشهر بأصوات اعتاد سماعها الكربلائيون والزوار منذ سنوات عديدة، وربما أكثر تلك الأصوات تميزا صوت المؤذن مصطفى الصراف الذي يطلق عبارات الترحيب بهذا الشهر عبر مآذن العتبتين الحسينية والعباسية. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا مرحبا يا خير شهر إذ يصام، مرحبا يا شهر الوصايا والسلام. ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان فإن السلطات المحلية توقعت أن يفد إلى كربلاء خلال ليالي الجمعة أكثر من 1,000,000 زائر. هذه الأعداد قوبلت بإجراءات لاستيعابها خاصة عند العتبات الدينية التي سخرت جهودها لخدمة الزوار وتوفير مياه الشرب ووسائل التبريد وتوزيع وجبات إفطار مجانية. العتبات المقدسة لم تغلق أبوابها ولا لدقيقة واحدة، يعني مستمرة مفتوحة أبوابها 24 ساعة، والخدمات تقدم على السواء في النهار أو في الليل، تقديم الطعام المهيئ في المضيف للزائرين، وكذلك راح يقدم في هذا الشهر أيضا وجبات للفقراء، العوائل الفقراء، وجبات جافة يعني. أجواء الإفطار في منطقة ما بين الحرمين بكربلاء لها خصوصية لدى الزوار، إذ تتحول المنطقة إلى تجمع لمئات العوائل لتشكل عراقا مصغرا. الزائرون خصصوا الجزء الأكبر من دعائهم بهذه المناسبة لنصرة القوات الأمنية والأمن للعراق والأمان لشعبه. أدعي الصلوات، لأن تدري شهر رمضان إلى قدسية خاصة، بس احنا كعراقيين يعني دعواتنا يعني تقريبا موحدة عند كل العراقيين، انه رب العالمين يفرجها على هذا الشعب. والحمد لله وشكر اليوم جينا احنا وعوائلنا، ومن فضل الله وهالبيت خدام العتبتين ما مقصرين وبهالخدمة هاي المريحة، وتجمع كل العراقيين هنا. ورغم حلول رمضان في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الزائرين يفدون إلى العتبات الدينية لإقامة طقوس خاصة بشهر رمضان، من بينها قراءة القرآن والصلاة والدعاء عند أضرحة الأئمة والصالحين. إذن رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. من كربلاء ميثم الجناحي، الحرة.